يوسف. سلامتك يا يوسف، ألف سلامة عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا حاجة دوسة، تعبت نفسك ليه بس وجيتي؟ ايه يوسف اللي انت بتقوله ده؟ يعني هتعرف انك في المستشفى وما تجيش؟ ألف سلامة عليك يا حبيبي، والله دي كانت هتقع من طولها لما عرفت الخبر. ياه للدرجة دي؟ طبعا يا حاج، مش انا اللي بربيه وهو لسه في اللفة؟ اللي هيجي له ضربة في ايده وفي قلبه اللي عمل فيك كده. على كل حال نحمد ربنا الجرح طلع سطحي، انما انا كنت هسوخ على روحي والله لما شفته الدم بيشر منه. وانتوا لغايه دلوقتي يا حاج ما عرفتوش مين اللي عمل العمله دي؟ ما انا لو عرفت كنت قلت له في التحقيق بتاع النيابه. اكيد حد بيراقبنا بقاله كذا يوم وقطرنا. انت شاكك في حد معين يا يوسف؟ هشك في مين يعني؟ بس هو اكيد حد من المنطقه، حد شايفنا في الراحه وفي الجايه وعارف ان احنا شايلين فلوس واحنا مروحين. ايوه ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. إلهي يا رب اللي خد منك الفلوس دي تخش عليه بالحرام ونجيب له 100 مصيبه تشيله ان شاء الله. يا رب. هو هيخرج من المستشفى امتى يا بابا؟ النهارده ان شاء الله. بقول لك يا حاج. نعم يا ابني. لا خلاص خلاص. انت كنت عايز تقول حاجه يا يوسف ورجعت في كلامك. كنت اقول حاجه كده جت في بالي بس استغفر الله العظيم بقى، يلا خلاص مش مهم بقى. في يا يوسف ما تقول، انت هتقلقنا ليه؟ ما تتكلم يا ابني. الحاج جاد يا حاج. ماله الحاج جاد؟ يكونش هو تفتكر؟ مش عارف بس بصراحة يعني هو الجدع ده دماغه سم. أما لو كان ده حصل بجد يبقى دخل في حارة ضلمة وسد وهيتخرب بيته إن شاء الله هو واللي خلفوه. بس يا يوسف ده مجرد يعني إحساس، ولا أنت عندك دليل ضده؟ يا عندي دليل منين؟ ولا عندي دليل ولا حاجة، بس اصل بصراحه كلامه ليا في الصين كان بيهددني يا حاج. ايوه بس دي مجرد تكهنات، ما ينفعش تتهمه اتهام خطير زي ده، ولا ايه يا حاج؟ جد ده الجنن ده ولا ايه؟ ازاي يفكر فيك بالشكل ده؟ انا في الحقيقه ساعات كتير بحظره، بقول يمكن اللي حصل له ده خلى عقله يجيب ويودي ويهلفط بالكلام اللي بيقوله ده. هو اصلا سبق قبل كده حد فيكم عمل كده في التاني؟ ابدا علاقات، كل عامله وشات شغل وتجاره وخلاص. يبقى انت على كده بقى لازم تاخد بالك من نفسك، المفروض ان انت ما تنزلش غير ومعاك حد. ما تخافيش عليا، انا جاد منياوي عمره ما يقدر يعمل معايا حاجه، انا عندي رجاله ممكن يقرقشوا عضمه وهو يعرف كده كويس قوي. امال انت قلقان من ايه دلوقتي بالظبط بقى؟ اللي قلقني ومخوفني ان هينزل السوق يفضل يلسن عليا بالكلام ويضربني في كرامتي ويقول لهم جاد المنياوي ده عنده بلطجيه بيثبته وبيقتله ويسحب عليه والتجار ينفروا مني. اذا كان على كده ما تقلقش، سيبها لي انا هحلها لك. تحلها لي؟ هتعملي ايه يعني؟ هكلم سمر بنته، احنا علاقتنا كويسه قوي، هحاول اقنعها ان كل اللي في دماغ ابوها ده كلام فاضي. ليه يا لقاء؟ انت فاكراني خايف منه ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى؟ انا هروح له لغايه بيته واواجهه واقف قدامه واقول له انا ما عملتش كده يا سيده دقاق، انا لسه هستنى سمر، افرض سمر دي ما وافقتش. ما تقلقش انا ليا طريقتي. يعني انت لقاء عايزانا نطب كده على الراجل من غير احم ولا دستور؟ الله، طب ما هو ده اللي انا اتفقت مع سمر عليه. الله، طب افرض الراجل رفض كلام سمر وقال لها الناس دي جايه ليه ومش هقابلهم؟ مش هيحصل الكلام ده، سمر كانت عندي في المحل وانا حاولت اقنعها ان احنا رايحين علشان خاطر نصالحه، وهي قالت لي اوكي وجملتني وقالت لي تعالي في اي وقت، فاحنا هنطب عليهم فجأة. وليه تعملي كده يا لقاء؟ انا كنت عايز اعمل لها مفاجأة، انا اللي بادر بالزيارة ديت، وبعدين تفتكري ان سيد الدقاق هيقيل عليه كلام النسوان ده؟ كلام النسوان ساعات هو اللي بيجيب نتيجة، وبعدين الواحد لما يبقى ليه عدو عمره ما يديله احساس ان هو عدو، يتعامل معاه ببساطة وعادي كده عشان الناس اللي حواليه ما تحسش ان انت العدو بتاعه، ولما تقرر تضربه ما يبقاش هو عامل حسابه. كلامك مظبوط يا لقاء، وبعدين احنا هنقول له احنا جايين نطمن على يوسف بعد حكايه الحادثه دي. مظبوط، انت كده ابتديت تمشي على التراك الصح. بيرفكت. يا يوسف يعني؟ اللي اسمه جد بتلقح تحت. جد بتلقح هنا في الفيلا؟ ايوه يا حاج ايوه، وحيد جه خبط عليا قال لي الكلمتين دول وجري. كنت جاي عشان ايه؟
قتل القتيل وما يمشي في جلسته يعني؟ والله انا ما فاهم ايه البجاحه دي يا حاج. لا انا مش هسكت، ده انا هقتله وافرمه. لا لا بقول لك ايه، بالهداوه يا حاج مش كده. طيب بس اسمع، اخفي الواد وحيد من قدامه، ما تخليش جهاد تقع عينه عليه خالص. اشمعنى؟ يعني بدل ما يتنيل يقعد يقول الكلمتين الفارغين اللي بيهلفط بيهم دول. حكايه ان هو ابنك وانت ابوه. ابوه ايه؟ ايه؟ بقوا يشتعكوا كلكوا. يلا. يلا. تعالى ما نشوف الحكايه، خش قدامي. يا حاج جهاد. ايه؟ تليفونك ضاع منك والموبايل راح؟ ولا نمرت انا بالذات اللي وقعت منه ولا ايه؟ ولا جاي تحفر لي حفره تانية غير اللي ربك نجانا منها؟ عارفه ده؟ اقدم لك الاخ يوسف سيد الدقاق اللي انت معرفتش تقتله يا جاد. معقولة يا سيد انا اقتل ابنك؟ تعبان؟ تعبان وتعملها؟ انا تعبان يا سيد؟ تعبان ولدغتك سم. انت بتعمل ده كله علشان البيعة بتاع الجلد اللي انا طيرتها منك؟ جلد ايه بس اللي انت بتتكلم عليه؟ الجلد مرمي عندي في المخزن وكل يوم بيعدي عليه سعره بيزيد، يعني انا مش خسران. وبعدين ده مش اسلوب يا دقاق ان انا اضرب تحت الحزام. حلوة قوي قوي يا سمر. عجبتك الفيلا بجد وقطي؟ تجنن. اهلا اهلا يا حاج سيد. يا ميت مرحب، ده ايه النور ده؟ اهلا اهلا اهلا، بسم الله ما شاء الله. طب مش تقولي ان صاحبتك معاكي؟ دي لقاء مراتي يا حاج سيد. مرات مين؟ مراتي. حبيبي حمزات. مراتك واخلي خمارة تعلمون، بسم الله ما شاء الله، منور الدنيا. اهلا 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 يا ستان. منور يا حاج. ده انت اللي منوره الدنيا والله يا ست الكل، ومنور الحاج جاد والله منور. اهلا يا حاج جاد. اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ يوسف؟ طب ما انت كويس اهو، صحتك زي الفل ما شاء الله، ومنور الدنيا كلها. اللي منور بجد الحاج جاد، وامه كانت صاحبه امي والله. اهلا بيك حبيبي. والله ده انت اللي منوره الدنيا يا ست الكل، والله منور يا حاج جاد البيت بتاعنا. بابا لقاء عملت معايا حركه تجنن النهارده. يا سلام، ودي حركه ايه اللي تجنن دي بقى ما شاء الله؟ كلمتني قالت لي انها هتعدي علينا بكره عشان هتبقى قريبه من الفيلا، وبعد 10 دقايق لقيتها بتكلمني بتقولي انها بره. لا 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 حركه عسل قوي. اصل احنا بصراحه كنا في مشوار هنا، لقينا نفسنا قريبين، قلنا لعدي نطمن على الاستاذ يوسف. اهلا وسهلا. ده انتوا تنوروا في اي وقت، ده عندنا. هم هيفضلوا ينوروا واحنا واقفين؟ لا، ما تيجوا نقعد بقى ونتكلم. تعالوا. اتفضلوا. اهلا وسهلا خاتو عزيز. اهلا وسهلا. اتفضل يا عم الحاج. اهلا وسهلا. منور الدنيا. اهلا 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 بيك. الزيارة علي على البال والله. اهلا اهلا يا مرحبا. اهلا بيكم. شوف بقى يا حاج السيد، في الحقيقة أنا جيت لغاية بيتك هنا عشان أحط إيدي في إيدك عشان ما يبقاش في بينا مشاكل ولا عداوة. وبصراحة ما ينفعش يا حاج سيد ان كل الدنيا تبقى فاهمة ان جاد هو السبب في قتل استاذ يوسف، والكلام ده مش مظبوط طبعا. الله 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 الله. ايه يوسف، انت سيحت للحاج وقلت انه قتل قتل؟ لا لا اعوذ بالله، ده كانت ساعة الحادثة كده يعني، وكان الواحد اعصابه برضه انت فاهمة يا ست الكل، وكلمتين في لحظة غضب وخلصوا. يعني صافي يا لبن؟ حليب يا قشطة.